نوستالجيك اف ام الاذاعه الاولى في تونس. سيد اسبوعي كاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل، مرحبا. مرحبا بك سي بكر، مرحبا بكل مستمعي موزايكا فام. شكرا جزيلا، كنت معنا الاسبوع الماضي وتكلمنا معك وسمعناك وسمعنا مطالبك، سمعتك في الاخبار منذ قليل، عديناك في ميدي شو في تيليت، بارك الله حاضر. نحب نسالك سؤال وحيد، هل الحكومه استدعتكم للحوار؟ لا لا، من الاخر بكل ضغطي كل مشي خساره مالي. لا احنا انا نحييك ساعه انت وكل الصحفيين المتكافئين اللي يولوا ملف التنميه في القيروان لكل ولايه تونس، وانا جزء من تونس ومشكور برشا، والاجزاء تكون تونس. احنا اليوم شفت بالحق ما فماش دعوه رسميه، ما سمع حد شيء، قدم حد شيء جديد. لو كان تمرنا تعلنا مع المقترحات وشفنا اسكنا مروا الى الاضراب العام ولا ما سمعش حاجه. تذكر ومش هذه المره الاولى باش نزيدك، راه عملنا اضرابين اضراب نهارين في الوضع الصحي مع حكومه الشعب كيف المكي وما وقعش دعوتنا زاده، بالعكس وقع التفاوض مع نواب الشعب وفي ورقات تركت جانبا. يعني هذه سياسه الاذان المسدوده وسياسه عدم الاهتمام. و لا اليوم القروان راهو كان تبعت سي بكر خرجت عن بكرتها بها وخرجت رساله كبيره، راهو زاد مش مستكفي بهذا، لازم تكون خطوات تصعيديه. شنو الخطوات القادمه؟ سنجلس مع المنظمات الوطنيه، المنظمات الوطنيه التي قررت الاضراب العام. نعم. ستجلس وستقيم وستتخذ القرارات والاساليب النضاليه المقبله، ومن لا ياتي بنزال ياتي بمزيد من النزال. باش نقولها من الاخر، احنا نقولوا رانا بالحق جادون، ماناش نلعبوا، جادون في اني القيروان هذه المدينه المنسيه تاخذ حق. وما نحبش نقول زاد الجهات تكون منسيه، انا نعرف ان الجهات تكون منسيه، اما كي نرجعوا للاحصائيات نتاع المعهد الوطني للاحصاء تعرفوا، ارجعوا لهم انتم وشوفوا شنو وضع القروان، شوفوا شنو الوضعيه في المراتب، في المراتب الاخيره في التنميه، هي في المراتب الاخيره وهي زاد في المراتب الاولى في كل ما هو خايب للأسف الشديد. نعم. وهذا شنو في التصرف المدرسي، في الأمية، في الفقر المدقع، في الانتحار، في غير ولا متى تتحرك الدولة لترجع لاعتبار قروان عاصمة الغالبة، قروان العاصمة الثقافية. ثم طالبين سي سيد السبوعي كاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان، طالبين تفعيل وإلا تطبيق الدولة وتنفيذ الدولة لما التزمت به سابقا في تنمية القيروان. احنا كنت اتذكر مرفيد قلت لك ما عندي حتى مطلب، ممكن تدبي لك فجأة. احنا عندنا مطلب واحد بربي احترمه باحترام اخلاقي واحترام سياسي واحترام اجتماعي لما قررتوه. شنو تربط بين الدولة وشعبها؟ الارتباط بين الدولة وشعبها هي الوفاء لالتزاماتها، التزاماتها حول شعبها في الصحة، في التعليم، في الفلاحة، في الصناعة، في التشغيل. هذه التزامات هذه قررتها، ما ناش طالبين. هم رانا احنا تفاوضنا معاهم عبر التاريخ، هم قالوا القروان باش نحركوا لها العجلة التنموية، يلزمنا نعملوا لها هذا وهذا وهذا وهذا، وحطوا اسقف تسقيف زمني ولم نرى النور لتلك المشاريع الى غاية الساعة. حاجة أخرى مش نقولها لك سي بكر، ماناش بالحق مستعدين نلموا كوليكسيون نتاع قرارات. نحن مرينا من قرارات 2009، قرارات 2015، قرارات 2017، ونحب نزيد ناكد لك من السيد وما قبل رئيس الحكومة الغنوشي وقتها في تلك الفترة، وبعد جاء حكومة السيد، وبعد جت حكومة الشاهد، وبرجاي باش ناخذوا قرارات حكومة المشيشي. هو مش تم إقرار مجلس وزاري مضيق غدوة. فلكل ما احنا بالنسبة لنا، شوف كان تسمح لي، هو اليوم القرار لا يرتق، القرار ما نجمش يكون بديل على مخرج التفاوض، او مخرج التفاوض ما تكونش بديل للقرارات. احنا اليوم يحبوا يدعونا للتفاوض ليش؟ باش تشوفوا هذه تجي وهذه ما تجيش. لا احنا متمسكون بتفعيل القرارات. هذاك علاش باش يعملوا مجلس وزاري غدوه؟ هما اقروه قبل الاضراب مجلس وزاري غدوه. لن نشارك في مفاوضات لا حول قرارات. ما معنى عندي يجي نقعد شنو نقعدوا؟ نقعدوا كان تثقف لي في الزمن وتعطيني خريطه طريق واضحه وتلتزم التزام، وفما زمانات بالوضوح التام ليست لنا ثقه في هذه الحكومات من الاخر بالكل.
أنا اليوم بدأنا باش دخلني في مسرحية كاتحاد شغل. نعم. أدركوا جيد المخرة نهايتها. نهايتها أني مش نلم المرجعية مش نبدأ. موقعد واسمع ساعة. لا ما عنديش مشكلة بنسمع نسمع ما عنديش مشكلة. أما سأستمع إلى مماطلة وتسويف واعتذارات مع صهر. نعمل رجل نعيش في قلب السياسة زادة في البلاد. نعرف ما سيقال. وعلينا بالصبر وحكومتنا خان ظروفها صعبة. هذه كل القيروان ما عاش تسعوا. شكرا جزيلا بارك الله فيك سيد السبوعي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان.